عليكم. جيت نخيط معكم هذا الكسوه اللي في الصنة. هنا راه ركبت واحد الجهه وحده ديال هذيك القطعه اللي قلت لكم غادي تجي هنا دايزه في الكتاف، دايزه في الامام وفي الخلف كما كتشوفوا. هذا الموديل هذا راه دارج بزاف هذا العام على الموضه، فقلت علاش لا ما نشاركوش معكم اللي بغى دير بحاله. هنا غادي نركب الكم ديالي، وركبت هذا هما اللواله باش يجوني ساهلين في الخياطه، ماشي حتى المونطاج جناب عاد نخيطهم غيجيو صعاب. هاك كتخيطهم هما اللواله، تخيطوا اول حاجه الكتاف. هنا راه مونطيت انا الكتاف، درت لهم السورجي وعاودتهم بالخياطه، لصقت هذه القطعه هذه وحده. وغنوريكم كيفاش نلصقوا القطعه الثانيه. القطعه الثانيه غنلصقوها هنايا، نجيبوها من هنا، ها هو اللي كيبان لكم التراساج، وندوزوها على الكتف هنا وهاد الجهه هذه ديال الخلف. هذه هي داك القطعه اللي فصلت معاكم. هنا راه كندير لها السورجي من الجهات بجوج كما كتشوفوا. جهه وحده راه غندير لها لوغلي، غنطوي واحد نص سنتيم. الجهه اللي غندير لها لوغلي هي داك الجهه اللي كتكون دايره. الجهه اللي درت فيها الكرانه راه هي هذه، هي اللي غتكون لاصقه لي في الثوب. وهاد الجهه اللي كتكون بحال مقوصه هي اللي غندير لها لوغلي، ونطويها هكا هي اي واحد نص سنتيم ولا سنتيم ما كاملش عندي هنايا. صافي هنا راه درت لها لوغلي من جهه وحده. هاد الجهه هادي غندوز لها الخياطه باش غندير داك لي فرونس ديالي. غنوسع الغرزه نديرها في رقم 4. صافي وندوز الخياطه حدا السورجي، غندوز الخياطه. هنا غادي نجي نجبد خيط واحد، صافي كنبقى نديها كاتو كنكحزو. كنوزع هاد التكميشات هادو كنوزعهم غير بشويه، كنخلي الجهه فيها التكماش وجهه لا. وهاد الجهه هادي غادي نعقدها. غادي نجي نعبر ونشوف واش باقي لي هنايا 40 سنتيم. كما شفتو هنايا راجي قد قد، صافي ما غاديش نزيد نجمع الثوب على حسب جايني هنا. هذا هو المنتصف. صافي هاد الجهه هادي دابا غادي نعقدها حتى هي. هذا هو المنتصف ديال هاد القطعه، كنجي لهاد المنتصف هذا وكنحطو هكا على الكتف، كنحطو على الخياطه ديال الكتف هذه هنايا. ها التراساج فين تراسيت كنحطو عليه. صافي نشد هنا بالبانكه وهاد الجهه هادي كنشدها هنايا، كنبدا من هنا الخياطة ديالي كيما كتشوفو. نبدا من هنا كنحط هاد القطعة هادي، راه كنحط لها الوجه عند الوجه، وكندوز الخياطة هنايا في الظهر ديالها في الكفة.
صافي وغادي نشد هكا بيديا نحطو على داك الطراساج اللي راني متراسيه. كما شفتوا هكا كتجي، انا خيطتها كتجي هكايا مقلوبة على الكمام، تجي على هذا الشكل. دابا غادي نلصق الكمام ديالي. انا راه عندي كرانه في الكم في المنتصف ديالكم، غنجيبها لهنا الخياطه ديال الكتاف. كما شفتوا هاد القطعه هادي راه كنحيدوها هكا ونلصق لكم ديالنا. ديالنا غتجي على هذا الشكل. هذه القطعه تجي هكا عندكم، مازال ملي غتوقف غادي تباع. هنا غادي نصاوب هذا الشريط هذا اللي غادي يكون عندي هو التبطين ديال السدايف. كما شفتوا هنايا الجهه ديال اليمين راني طويت هنايا 3 سنتيم كما كتشوفوا. داك السته اللي كان عندي هي هادي، راه فين عندي الكرانه، وخليت هاد الحاشيه خارجه 1 سنتيم، خيطت من هنا وخليت داك السنتيم ما خيطتوش. دابا غنقلبو هكايا. جبت هاد الشريط هذا راه درت في العرض ديالو 8 سنتيم، طويتو هكا على جوج، غنجيبو غنلصقو مع هذا كما كتشوفوا هكا، يكونوا متقادين. وغادي نخيطو مع هاد السنتيم هذا اللي خليت هادو بجوج. صافي غادي نشدو هكا بالبانكات وندوز معاه بالخياطه وندير له عاود السورجي. صافي غادي نخيطو هكا من هنايا وندير له السورجي وعاد نولي نعاودو بالخياطه مره ثانيه باش نلصقو هكايا مع الضوفة. غنولي نسورجيها من هنايا، ندير لها السورجي وعاد نعاودها بالخياطه المره الثانيه. مش هنايا راه طويت سنتيم في هاد الجهه هادي اللي ملصقه لها الفيزلين، غتركب لي في الكسوه نحطها هكايا. هاد السنتيم هذا هو اللي كيبقى لي باش غادي نركبو في الدوره ديال الرقابه. غنبداه من هنايا وندور معاه في الخياطه.
كما شفتوا راه كنصاوبهم هكا بالبانكه باش كنحلو داك الخياطه كتجينا هكا في الوسط صافي. دابا غادي هذا السنتيم اللي عندي هنا زايد هو اللي غادي نركبه في الدوره ديال الرقبه. كما شفتوا هنا في الوسط راني دايره كرانه، غادي نجيب هاد الكرانه اللي درت دابا في المنتصف غادي نلصقها هكا. غادي نشدها هكايا، غادي نصيلها لهنايا لهاد النقطة فين عندي هنايا هاد السنتيم اللي كنت درت كرانة. صافي غادي نشد من هنا الخياطة ديالي، الجهة الثانية كذلك. الجهة هادي غادي نجيبها هكايا نطوي هاد السنتيم هذا لداخل كما كتشوفوا هكا ديال الحاشية، غادي نطوي هكا شوفوا معايا كي درت له هاد الكرانة. غادي نزيد نكبرها شوية ندير فيها سنتيم كما تشوفوا، هذه هي داك 6 سنتيم ديال الصدايف اللي خلينا نطويها هكايا، وهاد السنتيم هذا ديال الحاشية غندخلو لداخل باش يجيني من فيني، نخليه هكا ونطويه كما كتشوفوا معايا على هاد الشكل هذا. دابا غندوزلو خياطة هنا واحد السنتيم، صافي كما كتشوفوا على هاد الشكل. وهاد الحاشية هادي راه غتدخل لداخل تجي على هكا، غادي نخيطها وهاديك الكرانة اللي درت غادي نلصق معاها هاد الكول ديالي صافي. وغادي نخيط دابا ونبدا الخياطة من هنا ونمشي نخيط على هذا ما غاديش نخيط عليه، نخلي حتى نفيني بيه. دابا صافي خيطت هنايا دورت الخياطه ديالي، غادي نجيب هكايا غادي نبدا من هنا الخياطه كما شفتوا هنا خيطت هذا درت له السورجي، غادي نطوي هكا داك 3 سنتيم كما كتشوفوا هكا على هذا الشكل هذا يكونوا عندي متقادين صافي. وغادي نشد هنايا وغندوز على السورجي بالخياطة ديالي، مي غادي نوصل لهنايا لهاد الدورة ديال الكوب راه غادي نحشي هادشي هنا لداخل وغندوز بالخياطة ديالي من هنايا، مغاديش نقطع الخيط غندوز هنا غندخل هادشي هذا اللي عندي هنا هاد الزوائد وغندوز بالخياطة هنايا ندوز على الحاشيه نيشان صافي غرس ليبرا وندور كما شفتوا الجهه الثانيه غرس ليبرا ودورت هكا باش نهبط مع الجهه الثانيه حتى هي نطوي هنايا كما وريتكم قبيله، طويت هنايا
داك 3 سنتيم ديالي ديال الازرق. كما شفتوا هذا هو الخول ديالنا، راه كيجين فيني حتى من برا، راه كيجين فيني. هذا هو المارد ديال الصدايم كما شفتوا، كيجي هكايا على جوج. هذا كيكون فيه داك الفتحات ديال الازرق، وهذا كيكون عليه مغطي هكا، كيجيش باين. الجهه الثانيه حتى هي هذه راه ما كتكونش عندها، كتكون ماشي بحال هذه اللي هنا كيكونوا عندها الازرق وكتجي مغطيه بهذا. دابا ندوز الخياطه الثانيه ديال الكول عبر الصباط. هذه الخياطه هذه ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، هي غير تجميليه وصافي للكول. دابا غادي نجيب الصايه باش غادي نلصقها هنايا، نقاد بعدا هاد الهبطات ديالي نقادهم. نقادهم من هنايا باش غادي ندوز لها الخياطه من تحت، يكونوا مقادين ما يكونوش مفاوتين. صافي هنا غادي ندوز الخياطه ديالي باش ملصق الصايا ما يجيونيش مزابلين، الاحسن ندوزو لهم الخياطه هما الاولى. كما شفتو هنايا انا شديتهم، دابا غادي نجيب الصايا ديالي باش نلصقها هنايا. ندور القطعه ديال الصايا بجوج كما شفتو، الجهه اللي فيها الكرانه هي اللي غادي نلصقها من جهه الحزام. غادي ندوز لها بعدا الخياطه، ندير نوسع الغرزه نديرها في رقم 4. ندوز الخياطه الثانيه باش كتساعدني ملي كنجي نجمع الصايه. كنشد هاد الخيط هادو وكنجبد واحد من هذا وواحد من هذا، صافي جوج كنجبدهم وجوج كنخليهم. غادي نبقى نجمع هكا، من هاد الجهة هادي غادي نحزمهم، أنا دايرة معاكم الطريقة الأخرى اللي كنلاقيو الصايا من الجهات بجوج، كنخيطو لهم الكوطي ونلاقيوهم، كتولي على شكل صايا وكنلصقوهم في هذا في القطعة الفوقانية. دابا بغيت ندير معكم هاد الطريقة هادي، يمكن هاديك كتجي شوية صعيبة، هادي كتلصقو كل وحدة بوحديتها، كتلصقو الخلف بوحدو والأمام بوحدو. كنوزع هاد لي بلي كنوزعهم هكا غير بالتساوي، يمشيو تجيني الجهة عامرة فيها لي بلي وجهة خاوية. صافي كنبقى أنا هكا كنقاد وغادي نقيس نشوف واش بركة بلا نزيد نجمع. هاد الفوقانية ديال الخلف غادي نشوف واش بركة.
نمشو. هادي مازال ما خوفاش شويه ماشي بزاف، نزيد نجمع حوالي واحد شويه صافي. هنا غادي نحزم الخيط صافي، وغادي نفرق هاد التكماش اللي عندي هنا، هاد لي فرونس نفرقهم هكا غير شويه ويجيوني متساويين. مشو راه ملي كنديرو جوج خياطات كتجينا ساهله شويه صافي. هاد القطع هادو اللي لاصقين عندي هنايا غادي نخيطهم هكايا، نعسهم هكا على هاد الجهه هادي، ندوز عليهم بالخياط نعلم المنتصف. كما كتشوفوا كنديروا الوجه عند الوجه، غنجي من هنا، هذا هو الجنب، هذا هو الكوطي ديال الفوقاني، وغادي نلصق هكايا معاه. كما شفتو على هاد الشكل هذا، دابا غندوز بالخياطه، ندوزو الخياطه على هاد الجهه هادي اللي كيكون عندنا فيها هاد لي بلي، ماشي ندوزو الخياطه من هنا باش نشوفو كي غندوزو. خصنا ليبره دوز من هاد الماكينه، دوز بين الخياطات بجوج، هاد الخياطات اللي درناها هنايا ديال لي فرونس دوز لنا بيناتهم، حيت هادي ملي كنخيطو هاد الخياطه هادي اللي كتبقى كتبان في الوجه ديال الكسوه راه كنحيدوها ملي كنساليو من الخياطه. نمشو على هاد الشكل هذا، هاد الخياطه هادي راه كنحيدوها، هادي اللي كتبقى كتبان في الصايه، دابا واخا نحيدها ما عندو ما يوقع. راه دغيا كتحيد حيت كتكون عندنا الغرزه واسعه صافي. كما كتشوفوا الجهه الثانيه راه غنصوبها بنفس الطريقه، هادي الجهه ديال الامام غندير لها نفس الطريقه اللي درت في الخد، غادي نجمع هذيك ندير لي فرونس في الصايه الجهه الاخرى ونلصقهم هنايا، نحطهم كما شفتوا كما درنا في الظهر، وهادو نلصقهم كما درت الاخرين ونخيطهم بنفس الطريقه. هنا غادي نصاوب داك الخريصات ديال الحزام، كما شفتوا هنا قطعت واحد 4 سنتيم في العرض، لا غير 3 راه كافيه. كنطوي هنايا سنتيم من هنا سنتيم من هاد الجهه، وكنولي نطوي من هنايا 3 ديال الطويات صافي، وندوز عليه بخياطه. هنا راه غندوز لها السورجي بعدا وعاد نخيطها من الجنب. دابا غادي نخيط الكوطي، انا هبط معاه من هنا نشد من الكمام، كما شفتو الكمام راه درت لهم السورجي هنايا. كما شفتو هنايا هاد الخياطه ديال الكمام راه كتجيني متقابله كما كتشوفوا هنا،
خياطه مع خياطه. غادي نصاوب هذه، نصاوبها دابا. راني كنت صوبت معكم الطريقه الاخرى اللي كان حتى كنخيطوا الكسبه مساليه وعاد كنخيطوا هادو مع على برا. دابا بغيت ندير معكم الطريقه الاخرى اللي كتخيطوها مي كتكونوا كتخيطوا الكوطي، يمكن لكم تخيطوا هاد الخريصات ديال الحزام. غنجيبهم هنا وغادي نحشيهم هنا في الوجه. هذه هي الخياطه اللي عندي هنا في الحزام، كنجيو كنديرها في الوسط ما بين الخياطه وما بين الخياطه، جهه كتكون من الفوق وجهه كتكون من التحت. هنا راه غندوز السورجي، غنسورجي هاد الجناب نوريكم هاد كي كيجيو تجي على هاد الشكل هذا. هادي ديال الحزام اللي بغيتو ديروها الطريقه هادي، حتى هي راه ساهله. هنا دابا غندوز السورجي للجناب وغادي ندير لوغلي مكسوه من التحت. صافي ونخيط لها الحزام مشو، غادي نقلبو هكا على وجهو ونخيطو من هنايا. ما شفتو داك الخياطه راه ما كتجيش باينه، دي في حالتي الا ما كفاناش الثوب. راني كنت ملاقيه هنا على ثلاثه ديال الملاقيات عندي. غنجي لهاد الجهه هادي وندخل هكا لداخل واحد السنتيم وغندوز معاه بالخياط. صافي هذا هو الحزام ديالنا. هنايا غادي نصاوب هاد الكميمات، غندير لهم لاستيك. صوبت هذا وصوبت الثاني باش تشوفوا معايا. جبت هاد لاستيك هذا اللي عريض شويه، ماشي داك العريض كاع وانما هذا متوسط، كنشد لعبه هكا على يدي يكون مرخوف كما كتشوفوا باش ما يزيرناش على يدينا ملي نلبسوه. وغادي ندير هكايا ونخيطه. كنبدا من هنايا الخياطه ديالي، كما تشوفوا من هاد الخياطه كنحطو، نخليو السورجي خارج هكا وندوزو عليه بالخياطه في الحاشيه ديالو هنايا. صافي وغادي نجبدو هكا مع الكم. مشو خيطتو من هاد الجهه وغادي نولي نطوي دابا المره الثانيه باش نغطي هاد لاستيك هكا. نطوي وغندوز على الخياطه على السورجي، ما غاديش ندوز دابا على، ما غاديش نخيط لاستيك دابا، ما نحاول ما نقيش لاستيك
ندوز الى الثوب، على السورجي وندوز. صافي كيجي على هاد الشكل كما شفتو. غادي ندوز لوغلي من تحت، راه دوزت لهم السورجي، دورت هاد السورجي صافي. كنطوي هكا واحد جوج سنتيم، كما شفتو. هادي هي الكسيوة ديالنا، راه ساليناها دا الحزام ديالها. هادو كيجيو على هاد الشكل، مازال ان شاء الله غادي نحددها ونوريكم الشكل النهائي، نصورو لكم. والكميمات ديالنا راهم على اللاستيك ساهلين، الكسوه كلها سهله. هذه هي هاد القصه، هذه هي اللي اول مره كنديرها معكم، واي موديل خرج جديد ان شاء الله هاد العام غادي نحاول نديرو معكم، باش الاخوات اللي كيتعلموا يديروه لراسهم فهاد الصيف. راه ساهل هاد الموديل اللي بغيتو تطبقوه. هاد الشكل هذا ديال الازرار راني حطيته معكم شحال من مره، ولكن بغيت نحطه معكم عاود دابا، باش الا دخلتوا تشوفوا الكسوه تخدموها كامله. هذا هو الكول ديالنا، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الكسوه، راه كطلع زوينه وكتجي زوينه في اللبسه. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا ما يبخلش علينا بالاشتراك وبجيم، ويخلي لنا التعليقات المشجعه ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله.